مصر استلمت آخر دفعة من قرض صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار اقترضتهم مصر لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع الصندوق. أهداف البرنامج كتير، منها خفض عجز الموازنة والدين العام، ومن خطواته رفع الدعم عن الوقود وتعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. بعد توقيع الاتفاق مع الصندوق في نوفمبر 2016، إيه اللي اتغير بالنسبة للمصريين؟ احتياطي العملة الصعبة ارتفع من 19.5 مليار دولار في 2016 لحوالي 45 مليار، لكن قيمة الجنيه انخفضت لحوالي النص بعد تحرير سعر الصرف، ووصل الدولار ل 16 جنيه 56 قرش. التعويم مع رفع الدعم عن أسعار الوقود اتسببوا في زيادة أسعار السلع والمواصلات والخدمات. متوسط دخل الأسرة ارتفع من 3700 جنيه في الشهر في 2015 ل 4900 جنيه في 2017-2018، لكن القدرة الشرائية للمواطن انخفضت بنسبة 25%. نمو الاقتصاد زاد من 3.8% في 2016 ل 5.6% في 2019، لكن التضخم برضه بيزيد بشكل مستمر. برنامج الإصلاح الاقتصادي كان مفترض يوفر حماية لمحدودي الدخل، لكن حسب آخر تقارير الجهاز المركزي للإحصاء، ثلث المصريين أصبحوا تحت خط الفقر. في 2024 هنبتدي سداد قرض صندوق النقد على 10 سنين بفايدة توصل 1.65%.